من يريد الحصول على لقمة العيش يغض الطرف عن الإرهاق والتعب دائما، ذاك ما يقوله العاملون في مجال بيع المحاري أو ما يسمى بجرافيا، والتي هي إحدى مستلزمات البناء لدى الموريتانيين. يدير هؤلاء ظهورهم لذويهم في نواكشوط على بعد 50 كيلومتر لجلب هذه الشاحنة التي تقدر سعتها بسبعة أطنان مليئة بالمحاري لبيعه، رغم أن مردوده هزيل جدا حسب أصحاب المهنة. العمل متعب، وإنه في ياسر من زمن قرية، في من قرية من 20 سنة، والله 30 سنة، دخل قليل، ولكن الحمد لله شاكر اللي رازقنا به ولانا اللي انتم من جبروا. يسابقون الزمن بالحفر وتصفية المحاري حتى يكون جاهزا للاستغلال، غير آبهين بالتعب أو طلاء الوجوه، لأن الأمر بالنسبة لهم نكون أو لا نكون، في عالم عنوانه وسلاحه عمل فحسب. في هذه الفيافي ذات الرياح المتحركة يضربون خياما لتقيهم بأس الحر والبرد قبل بأس الجوع ومسألة الناس، فالعيش بين كومات المحاري أشهى وألذ في نظرهم من التسكع في شوارع مدينة لا رحمة فيها. متعب هذا العمل والشاق، لكن الضرورات هي التي أرغمت هؤلاء على مزاولته لكسب قوت يومهم وللهروب من شبح البطالة الذي يترصد الشباب الموريتاني. محمد عمر بلول، قناة الساحل، من شمال مدينة نواكشوط على بعد 50 كيلومتر.